في وقت الأخ رئيس الجمهورية دكتور برهم صالح من نتحدث عن 150 مليار كان غرضه خبيث وغرضه سياسي لا أكثر خبيث. ولا أقل. وإلا بالفعل بالفعل أنا أتفق مع الدكتور داغر على أن الذي يطلق هذه البيانات عليه بالبينة والمستمسكات. اليوم أنا لا يجوز أن أطلق حتى من خلال المنصات الإعلامية أي تهمة بحق الدكتور محمد الخزاعي ما لم أملك الأوراق، وإلا طبعا. محمد الخزاعي راح يروح للقضاء ويقيم دعوة علي من حقه. طيب هذه 150 اللي تحدث عنها السيد برهم صالح 150 مليار تحدث عنها في زمن كانت الحكومة تحت أمرته، بمعنى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هو كان ربيبة وهو من الساعين لتولي مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء زين. وفي فترة مصطفى الكاظمي حدثت أكبر سرقة للمال العام، وأنا لا أتحدث فقط عن سرقة القرن بل سرقات كبيرة أخرى. أنا أقول أين كان برهم صالح من السرقات الكبرى التي حدثت أبان تبني هذه الحكومة لهذا النهج من السياسة، وأقصد حكومة مصطفى الكاظمي. تمام. أنا هسه هناك أموال أستاذ حليم، بس اسمح لي أنا استشهدت لأنه الوحيد اللي مصرح عن إحصائية. نعم. ماكو غيره واحد حتى بتحدث عن إحصائية. بل وبما أنه هو رئيس جمهورية سابق فهو بالنسبة لي مصدر كإعلامي أنا. وأنا أقول من خلال هذا البرنامج أنا اسمح لي وأنا أقول يعني من خلال هذا البرنامج موضوعي أنا أقول لك أنا أوجه الآن كلامي إلى السيد برهم صالح. إذا كان لديه إحصائيات وإذا كان لديه أدلة وهذه التحليلات ربما والبيانات عليه أن يرسلها فورا إلى هيئة النزاهة، ويفترض هيئة النزاهة أن تقوم بالتحقيق الكامل تمام. وأخذ القضية بشكل جدي. تمام. إحنا عندنا